6 اغسطس ما بقاش عندنا كلام الا الانتقالات والصفقات، وخلصنا من ايفونا رجعنا اللي موجودين هنا، نقعد نجري ورا بعضينا ولعبة القط والفار. طبعا احدث الصفقات اللي عليها جدل واللي عليها خناقة، عادي جدا يعني ما تخضوش من الخناقة دي، احمد الشيخ. يعني معانا الاستاذ صلاح سلام، وكيل كابتن احمد الشيخ. استاذ صلاح اهلا بيك معانا، وكل سنة وانت طيب. طيب بالصحة والسلامة، أهلا وسهلا. يعني معاك على الهوا عثمان أباظة وإسلام صادق وكابتن خالد طلعت. قول لي آخر مستجدات أحمد الشيخ إيه؟ حسب برضو معلوماتي إن الولد زملكاوي. حضرتك أنت دلوقتي المفروض قصة انتماءات والحاجات دي مش موجودة في عالم الاحتراف، أنت النهاردة بتتكلم في عالم مفتوح ملوش علاقة بانتمائك، أنت بتحب الأهلي ولا بتحب الزمالك، أنت بتشوف الولد عايز إيه ورغبته إيه ومصلحته إيه من جميع الجوانب وبتاخد القرار بناءً على قرار الولد. على حضرتك اتفضل يا اتفضل. طيب أنت حضرتك دلوقتي أنا كنت لسه أعقب عليك في النقطة ديت، إن أنا في سفري تم الاجتماع بأحمد من بين نص كده بين شيحة وأحمد سليمان ووقعوا على عقود للولد. الكلام ده شهر 12 أو آخر 12 حاجة زي كده. اللي فات. هل أنت من وجهة نظر حضرتك اللي بتكلمني فيها ده كلام منطقي؟ لا طبعًا. بس خلاص اللي احنا متفقين عليه، لكن انا هكلمك بره اطار اللاعب في شغل الوكيل. يعني ده طب هو كده لو وقع للاهلي هيبقى وقع للناديين في نفس الوقت، هتبقى مشكله على احمد الشيخ. ما حصلش الكلام ده، ما حصلش. هو ما وقعش للاهلي. ومستحيل يحصل، لان انا مش معقوله انا جاي بلومه على اجراء تم منه وعمله وطلعه فيه غلطان والنادي يوقع عليه غرامه ويوقع عليه عقوبه ويوقفه وفي الاخر راجع نفس الغلطه اللي انا بقوله ان انت عملتها غلط ارجع كررها تاني. ما خدش فلوس من النادي الاهلي يا كابتن صلاح؟ يعني احلف لك بايه؟ طيب لا انا بسالك، انا انت ليه بعمل ايه؟ طيب بس انت ليه حاسس ان احنا ضدك؟ احنا مش ضدك، احنا بنستفسر منك بس. لا 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 ما حصلش الكلام ده طبعا، لان هو يعني انا بقول لحضرتك ببساطه جدا انا قلبي مفتوح للجميع. طيب انا النهارده لما بقعد مع مكان بقعد مكان اسمع منه واعرض على اداره النادي، انا مش هتحرك الا من خلال اداره النادي. طيب هو النادي بفضل الله بتثق فيا جدا، فانا مش هعمل حاجه غلط. طيب كابتن صلاح، هو في ظل توقيعه لنادي دلوقتي بالرغم من استمراره مع المقصه او ارتباطه مع المقصه بعقد، ايه الوضع؟ ماشي فين ولا واقفين عند ايه؟ والله دلوقتي لو نادي الزمالك اتصل عليا وتم القعده بيني وبين نادي الزمالك واتفقنا على اللي يناسب الولد من النواحي الاحترافيه كلها، الولد ما عندوش مانع يروح هنا او يروح هنا. طب هو الزمالك هيتصل بيك ليه؟ هو اوريدي حصل على توقيع الولد خلاص. طيب وحصل على الاستغناء بتاعت الولد؟ استغنى دي من النادي، هو الزمالك هيتفق مع النادي يبقى الامور اتحسمت مع توقيع اللعيب ومع توقيع مع موافقه لا النادي. لا لازم نستغنى يمضي عليها اللاعب. تمام كده وضحت الصوره. طب ايه حكايه العقود القديمه والعقود الجديده؟ والله ده اللي حصل لما الولد، انا يعني الاستاذ انا عارف ان احمد في منتهى الخجل اللي في الدنيا تم الضغط عليه بشكل ما ووقع على عقود. بس يعني هو قال لي كده يا كابتن حصل كذا، واتقال لي ان انت لو ما تمش الاتفاق مع النادي او معاك خلاص العقود دي لغي. ده اللي تم مع الولد. وتم عقاب الولد على الاجراء ده. طب ايه قصه العقود الجديده اللي قالوا انه دلوقتي اللي ماضي على عقود قبل كده اتحاد الكره لغاها؟ ايه الموضوع ده؟ ما هو الكلام ده كله لغة قانوني لسه لحد دلوقتي، ما فيش شيء قاطع يعني. يعني لغايه دلوقتي ما فيش لكن كلام. لكن هو المساله مش القديم والجديد، المساله ان انت في الاخر ان وصلت الاتفاق مع نادي ايا كان سين ولا طاد بشكل يرضي اللاعب، خلاص المساله بسيطه جدا. طيب هو لو دلوقتي لو انتقل للاهلي والزمالك طلع العقد اللي معوض ده لاتحاد الكوره، لعيب هيتعاقب بالايقاف على لا على حسب بقى القانون اللي هو الاتحاد بينص عليه دلوقتي، يا اما ان العقود القديمه فعلا ملغيه فيبقى اللاعب كانه لم يوقع، يا اما العقود ديت معتده فاللاعب يتعرض مش هو اخطا يتحمل مسؤوليه خطاه. هي اللائحه بتقول 6 شهور يا كابتن صلاح وغرامه ماليه، اللائحه المعدله ان ممكن تبقى سنه. مظبوط. بالظبط. وممكن تبقى غرامه. ما انت عشان كده بقى لو انت بتبحث عن مصلحه اللاعب المفروض توديه الزمالك. انت لازم برضو تخليني يعني لا انا في الاخر بقول لحضرتك ايه؟ الولد اتصرف تصرف لازم يتحمل نتيجته. طب مش انت المسؤول عنه يا كابتن صلاح؟ جميل. ما برضو مش من المسؤوليه برضو حضرتك ان هو لما يتصرف تصرف غلط ان هو يتحاول يتحمل مسؤوليته. طب ازاي يتصرف تصرف غلط وانت معاه؟ انا مش بغرق، ما انا قلت لحضرتك ان انا كنت بره مصر تحديدا، كنت في السعوديه بخلص لعيب عندي شغل، كنت مسافر ولا يقول له قبل ما امشي ما تعملش كذا، طبعا قدمت وعمل كذا والولد اعترف فخلاص انا مش هذبحه بقى. لكن انا بكلمك القرار في ايدك، القرار في ايدين الولد في الاخر. انا بطرح عليه بقول لحضرتك طب ما الولد راح مضى للزمالك خلاص يا كابتن صلاح.
ما احنا هنرجع تاني ليها ليه؟ ما احنا قلنا ان هو الكلام ده تم بشكل خطأ. بس يعني كيف؟ يعني شربوه حاجه صفرة ولا ايه اللي حصل؟ مضى ازاي يعني؟ انت بتتريق عليا يعني ولا لا؟ والله ما بتتريق، يعني الولد مضى وخد قرار ما ينفعش يرجع فيه بعد كده. احنا مش ما يعني مش لا 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 ينفع يرجع فيه، لان القرار بالنسبه له مش قرآن. لا قرآن الاتحاد الكوره نزل لوائح هيتعاقب، ممكن يتوقف سنه وممكن غرامه ماليه كبيره هتتحاسب، هيتحاسب عليه ده لو راح في اتجاه تاني. لكن انت الولد ده كان قاعد في النادي ما مشيتش. لا